السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه التقنيات الحديثة اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يستخدمها عشان يضمن سلامة المستخدمين في برك السباحة؟ في حاجات كتيرة، من ضمنها مثلا يبقى في نظام كاميرا موجودة. الكاميرا دي مش كاميرا وخلاص، مش بتسجل، لا ده هي بتسجل وبتحلل الداتا. يعني لو فوجئت بحركة غريبة بتبدأ انها تدي انذار. يعني واحد مثلا حركة عمال بيحاول ينقذ نفسه، فممكن تدي انذار الارم صوت عالي، او ممكن تتصل بأقرب واحد تبدأ تشوف مين من القرايب موجود في قلب البيت، أو تتصل بالإسعاف، تمام، ممكن 911 أو 999 حسب الدولة، أو ممكن تفاضي حمام السباحة، تدي أمر حمام السباحة إن هو المياه كلها تفضى برضه لو لقى حاجة ما بتتحركش خالص. وبعدين هو بيتعلم مع نفسه. يعني كان في مثلا إيه، حمام السباحة كان في طلبة بيتدربوا، فهم بيعملوا، المفروض بيوصل للاخر خالص، وبعد كده بيعملوا حركه عنيفه كده، بيلف ويرجع تاني. ففي الاول سجل، عمل الارم، وبعد كده قالوا لا خلي بالك دي حركه عاديه، هم بيعملوها بشكل طبيعي، ان هو اول ما يوصل حمام السباحه يقلب ويرجع تاني. فخلاص بدا ايه، ان هو يتجاهل الحركه دي، ويعني واحده واحده بيبدا ان هو يتعلم ويتدرب، ويبدا ان هو يفهم بشكل احسن. وممكن يساعد كمان في التدريب، يبقى بعد ما يخلص يبدأ يحلل لك الصورة، تبدأ تشوف فيديو ويقول لك خلي بالك انت هنا كنت كويس، هنا احسن، هنا محتاج تزود السرعة، وهكذا. فيبدأ ان هو يدرب الناس، هو بيتابع عدد الناس اللي موجودة في حمام السباحة، اي حركات خطأ زي غوص فترة طويلة، او واحد بقاله فترة ما بيتحركش، بيبدأ ان هو ممكن يكتشف الحاجة دي ويبدأ ينبه عنها. ممكن يراقب سطح المياه لو في اي اجسام غريبه. طبعا لو في اي شخص دخل مش من اهل البيت، ومش داخل مع حد من اهل البيت، يبدا يدي انذار او يبدا يديك تنبيه ويصوره ويبعت صور وحاجات زي كده. فدي كلها حاجات تطور في الكاميرات اللي موجوده حوالين حمام السباحه، بيحلل السلوكيات بتاعت حمام السباحه بحيث ان هو ينبهك لحاجه معينه بعد كده. وبعدين ممكن يبعت لك صور كده، خلي بالك من كذا كذا. ممكن يبقى في روبوتات بالذكاء الاصطناعي متخصصة انها تراقب البركة وتتدخل للإنقاذ لو حاسس ان في حد بيغرق. ممكن يبعت لوكيشن ده هو موجود في اي حتة من حمام السباحة، بحيث ما تقعدش تلف في كل حاجة، بالذات لو حمام اولمبي كبير. في انظمة زي مثلا في نظام اسمه لايف جارد اي اي من شركة اسمها بول اي، ده بيراقب حركة السباحين بالكاميرا، وفي خوارزميات تعرف على الوجه ويكتشف حالات غرق محتمله ويبدا يعمل تنبيهات. في نظام اسمه سويم اي، كل الانظمه دي بتساعد على انقاذ حياه الانسان.